بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الكرام المسجلين مساق الإخراج الصحفي، اليوم في المحاضرة 13 سوف نشرح لكم تكملة المحاضرة السابقة وهي العناصر البنائية للصحف الإلكترونية. سنكمل بالعناصر البنائية المساعدة. كما نذكر أننا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العناصر البنائية الأساسية، الآن سنتحدث عن العناصر البنائية المساعدة بالإضافة إلى مبادئ تصميم الصحف الإلكترونية. العناصر البنائية المساعدة، طبعا العناصر البنائية المساعدة هي الألوان، الأرضيات، والحدود والفواصل. طبعا هي مساعدة من اسمها، تساعد على الفصل بين الوحدات الطبوغرافية وبين العناصر الرئيسية حتى لا يحدث نوع من الخلط والفوضى بين العناصر البنائية الأساسية. طبعا منها الأرضيات، شكل الأرضية والألوان المستخدمة، والحدود والفواصل اللي بتنظم العناصر البنائية الأساسية اللي هي الصور والوحدات الطبوغرافية والتقارير التحقيقات. تعمل على الفصل بينها وتعمل على تمييز كل جزء منها بلون معين بفواصل معينة حتى لا يحدث حالة من الخلط وحالة من الفوضى في شكل الصحيفة الإلكترونية. طبعا الآن سوف نتحدث عن كل واحدة منها على حدة. الأرضيات، واحدة من الإجراءات التي طبعا يلجأ إليها المخرج لتمييز أو إبراز بعض الموضوعات أو بعض التقارير أو بعض العناصر الطبوغرافية مثل العنوان على سبيل المثال، يريد أن يظهر ويضع له أرضية معينة بلون معين، يضع لها صورة يريد أن يوضحها، يفرغها بإطار معين، هكذا حتى يستفيد من تلك الميزة حتى تميز هذه الوحدة الطباعية عن تلك الأخرى. طبعا الألوان، الألوان طبعا عنصر تيبوغرافي غير مستقل بذاته، بمعنى أنها تستخدم في كثير من العناصر التيبوغرافية في الصحافة المطبوعة. طبعا منذ أن استخدمت الألوان في الصحف أضاف لها الكثير من الاهتمام على المستوى الوظيفي أو على المستوى الجمالي، فأصبحت الألوان لها وظيفة ودلالة موضوعية ودلالة شكلية تساعد على إيصال رسالة إعلامية واضحة لمن الألوان تأثير على المشاهد أو متابع الصحيفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية. طبعا كما حدث مع الصور في السابق كما ذكرت، كانت الصور أبيض وأسود، عندما دخلت الألوان أصبحت تضفي نوع من الجمال ونوع من الدلالات المعنوية والدلالات المعرفية للإنسان. طبعا الألوان عنصر مساعد له تأثيرات فسيولوجية، طبعا والكمبيوتر وثورة التكنولوجيا والألوان وبرامج الفوتوشوب، برامج البرمجيات بشكل عام اللي أدخلت نوع من الجماليات على فكرة الألوان وتلوين كل شيء، وكل شيء أدخل عليه ممكن أنت تعمل عليه إضافات من خلال برامج الكمبيوتر، وهذا مهم جدا لأنه مرتبط اللون بطبيعة الإنسان، لأن الطبيعة كما ذكرت في المحاضرات السابقة أخذت الألوان من الطبيعة وهي نتاج عمل فيزيائي وانعكاس الضوء على الأشياء، ويترجم الدماغ هذا اللون ويعرفه بأنه اللون الأخضر أو اللون الأصفر أو اللون الأزرق، فهذا له تأثير سيكولوجي ونفسي على القارئ من خلال قراءته للصحيفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو حتى إعلام مرئي. الفواصل، طبعا يقصد الفواصل التي ورثتها الصحافة الإلكترونية عن الصحافة الورقية مثل الخطوط والعناوين، الصور، الألوان، الأرضيات. من زاوية الفواصل التي جابتها الإنترنت مثل
الإطارات والجداول والأيقونات. هنا على الرغم من أن الجداول فواصل من العناصر البنائية غير المقروءة، إلا أنها تمارس دورا مهما جدا وتؤدي إلى دلالات وكأنه توصل رسالة إعلامية معينة، إنها تحدد علاقة اتصال أو انفصال لمساحات الصفحة التي تشغلها المواد التحريرية. طبعا هي بتعمل عملية بين فصل بين المواد التحريرية والأخرى، القيام بعملية تنظيم القراءة بحيث لا تختلط عين القارئ في بين المواد الإعلامية الموجودة على الصفحة، سواء كانت على الصعيد الرأسي أو على الصعيد الأفقي. كما تقوم بتأكيد على بعض العناصر البنائية مثل إحاطة هذه العناصر طبعا بإطار أو بجدول التأكيد عليه أو إعطائه أهمية مما يضفي عليه قيمة جمالية، وطبعا ومهم جدا الصحيفة حيث يؤدي إلى إعطائها شكلي وجمالي وتنظيمي للصحيفة. طبعا الآن سوف نتحدث عن مبادئ تصميم الصحف الإلكترونية. أولا التوازن، التوازن هو إحساس بتوازن وتساوي عناصر التصميم، ويقصد بالتوازن طبعا هان عدم إثقال جزء من الصفحة أو أكثر بالعناصر البنائية في الوقت الذي يخلو فيه الجزء المقابل أو الجزء الآخر يكاد يخلو من أي عناصر طباعية قد يؤثر وعلى شكل الصحيفة ويعطيك شكل النشاز أو شكل غير مقبول للقارئ أو متابع الصحيفة الإلكترونية. هناك توازن تماثلي وهناك توازن لا تماثلي وهناك توازن إشعاعي. التوازن التماثل المتماثل أو التماثلي يسمى بالتوازن الشكلي، وينتج هذا النوع من خلال تقسيم الصحيفة إلى أجزاء متساوية، أنصاف، أرباع، أثمان، حسب ما يرغب مخرج الصحيفة أو السياسة التحريرية للصحيفة أو السياسة العامة للصحيفة. يأخذ هذا النوع 3 أشكال: التماثل الرأسي، وعندما يتم عندما تقسم الصفحة إلى أجزاء نصفين، إحداهما في الناحية اليمنى والآخر في الناحية اليسار، يعني قسم الصفحة من منتصف جزء باليمين جزء باليسار، وهذا أعتقد واضح هو تماثل رأسي. تماثل الأفقي، يتم تقسيم الصفحة إلى نصفين، إحداهما في العلوي من الصفحة والآخر في القسم السفلي، وهذا نوع أيضا موجود في الصحافة الإلكترونية. التماثل الأفقي الرأسي، هذا النوع يدمج بين الرأسي والأفقي، طبعا يقسم الصفحة إلى 4 أقسام متساوية، يضم التوازن التماثلي بداخل التوازن التقريبي الذي يكون متساوي الأجزاء بالتقريب. فالأشكال مرتبة حول خط الارتكاز في الصفحة، بمعنى أنه بتقسم الصفحة إلى 4 أقسام: جزء في اليمين، جزء في الشمال. الجزء اللي ممكن الجزء اليمين يكون نفس الجزء اليسار، سواء بشكل علوي أو بجزء بشكل رأسي أو بشكل عمودي، بشكل رأسي أو بشكل أفقي. إذن هذا النوع التماثل هو تماثل أفقي رأسي، يدمج بين الاثنين، هو محور ارتكاز في ممكن يكون خط الارتكاز في منتصف الصفحة، بحيث يكون الجزء الأيمن في أو الربع الأيسر يكون مساوي للشق العلوي وللشق الأفقي، وطبعا كما ذكرت 4 أقسام متساوية. توازن اللا تماثل، ينتج التوازن اللاتماثلي عن طريق تقسيم الصفحة إلى أجزاء غير متساوية. طبعا لا تماثلي بمعنى أنه لا اليمين زي الشمال ولا الشمال زي اليمين ولا السفلي زي العلوي. هنا ممكن في الجزء اليمنى من الصفحة تحط الصفحة يكون عندك صورة كبيرة جدا جدا مقابلها مجموعة من الصور الصغيرة، وهذا له يكون هدف، المخرج يكون له هدف أنه المصمم أو المخرج إنه يخلق حالة من التوتر أو حالة من الفرح أو حالة من الإثارة والغضب. هذا نوع من توازن اللا
متماثل أو لا تماثلي. التوازن الإشعاعي يقصد بالتوازن الإشعاعي أن هناك نقطة مركزية عوضا عن محاور الارتكاز الموجودة في التماثل واللا تماثلي. طبعا التماثل واللا تماثل العلاقة بالأفقي أو رأسي أو أفقي ورأسي، هنا نقطة ارتكاز مثابة نواة الإشعاع التي تأخذها لعناصر بنائية نقطة انطلاق تدور حولها من زاوية إلى زاوية أخرى. تعد هذه النقطة بمثابة نقطة جذب ينجذب بصر القارئ أو المشاهد إليها، ثم ينطلق منها حول بقية العناصر البنائية. طبعا هذا يشبه توازن إشعاعي حركة الإلكترونيات حول النواة بشكل دائري، كما أن حركة الاتزان الإشعاعي لا تقتصر على حركة دائرية، بل يمكن أن تأخذ شكل لولبي في الحركة اللولبية، يكون هناك أكثر من نقطة مركزية يدور حولها البصر. هنا توازن إشعاعي له علاقة بأنك بتحدد نقطة عنصر بنائي معين ملفت للنظر، بتم جذب القارئ له من خلاله، بتم الانطلاق حول الباقي العناصر الطباعية الموجودة في الصحافة أو في الصفحة نفسها، تبدأ عملية التحرك بشكل دائري حول العناصر المتبقية. طبعا الوحدة، وتعني العلاقة التكاملية بين العناصر المرئية في الصفحة الواحدة. طبعا هناك الهدف تحقق انسجام في الصفحة أو من خلال تنظيم الصفحة نفسها حتى لا تشوه رؤية وتشتت رؤية القارئ نفسه للصحيفة أو متابع الصفحة الإلكترونية. هناك نوعين، هناك وحدة الموضوع وهناك وحدة الصفحة. طبعا يقصد بها وحدة الموضوع يظهر كأنه متفرد عن بقية الموضوعات. هنا أنت بتعطي تمييز للموضوع، تعطيه وحدة معينة، تختار له خط معين، تختار له شكل معين، تختار تصميم معين له للموضوع في داخل الصفحة. لكن هذا إذا بدنا نروح للمحور النوع الثاني، وحدة الصفحة، يقصد بها وحدة الصفحة ككل، وذلك من خلال إيجاد وحدة تربط بين الوحدات الموضوعات الفرعية وبعضها البعض، بحيث أن وحدة الموضوع لا تنفي وحدة الصفحة. مش معنى ذلك أنه وحدة الموضوع يعني هو وكأنه شيء غريب داخل الصفحة، لا، هو جزء من الصفحة لكن تميز ببعض الخصوصيات، يمكن أخذ لون معين، يمكن أخذ خط معين، ولكن السمة العامة والتصميم العام هو يظهر أنه جزء من هذه الصفحة. طبعا ممكن أنت تميزه، يكون الرابط بين الصفحة وبين الموضوع الثاني، ممكن يكون لون الخط أو نوع الخط أو حجم الخط. بهذه الطريقة أنت ما بتقدر تكون وحدة الموضوع مختلفة تماما وكأنه شيء غريب موجود في الصفحة، لا، بده يكون في ارتباط بين وحدة الموضوع ووحدات الخط، إما من نوع الخط أو بحجم الخط أو في لون الخط على سبيل المثال. الحركة، يقصد بالحركة الطريقة التي تتحرك بها عين المشاهد. أنا أتحدث عن المشاهد لأنه بنحكي عن صحافة إلكترونية وله علاقة بتحريك عين المشاهد على صفحة الويب بصفة عامة، مراعاة مجموعة من الاعتبارات، منها ضرورة وجود وضوح أدوات الإبحار المتمثلة بالروابط، وضرورة ترتيب العناصر البنائية للصفحة، وضرورة ترتيب العناصر المتشابهة بطريقة متدرجة، وترتيب الأحجام من أكبر إلى الأصغر. وبشكل عام فإن الحركة في التصميم لها مجموعة من الخصائص. الاتجاه، يأخذ اتجاه العين، طبعا هنا خاصية الاتجاه يأخذ من ثلاث أشكال، من اليمين إلى اليسار أو العكس، والاتجاه الثاني من أعلى إلى أسفل، الاتجاه الثالث من الأمام إلى الخلف والعكس. طبعا من أعلى إلى أسفل، أنت بتقرأ من أعلى إلى أسفل وبالعكس، ومن أسفل إلى أعلى. الاتجاه الثالث من الأمام إلى الخلف، أنت بتبدأ في الصفحة الأولى وتتدرج حتى صفحة ثانية ثالثة رابعة خامسة عاشرة، وبالعكس ممكن أنت ترجع رجوع لأنه هاي الصحيفة إلكترونية. المعدل، ويقصد بمعدل الحركة سواء بطيئة أو سريعة، ويقسم هذا النوع إلى ثلاث أنواع.
حركة سريعة. طبعا الانتقال من صورة لصورة أو عنوان عنوان ينطبق على هذا النوع من الحركة. حركة متوسطة، انتقال من سطر إلى آخر أو من عمود إلى آخر. حركة معتدلة، أو وهي حركة. والنوع الثالث من أنواع المعدل أو في الحركة هو حركة بطيئة. تتحدث طبعا هذه الحركة عن انتقال من حرف إلى آخر، من كلمة إلى أخرى، لأنه أنت عشان تنتقل من كلمة إلى أخرى ومن حرف إلى حرف بدك حركة العين تكون بطيئة. هنا بتحدث هو عن حركة العين سواء سريعة أو متوسطة أو بطيئة. إذا بنتحدث عن سريعة هو بشوف من صفحة صفحة أو صورة صورة. إذا كنا نتحدث عن حركة العين المتوسطة، إذا هذه اعتبارات بحكي لك لازم تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص المتعلقة بالحركة. وفي نوع من الحركة الثالثة هو الحركة التفصيلية، بمعنى أنه أنت حركتك بطيئة لأنه بدك تدخل في تفاصيل الصورة، تدخل في تفاصيل الصورة، بتدخل في الأحرف، تقرأ الأحرف، تقرأ الكلمات وتدقق فيهن، إذا تحتاج إلى حركة بطيئة. النوع يقصد بنوع الحركة الطريقة التي تسلكها العين في إدراك هذه الأشكال المرسومة على الصفحة. تأخذ هذه الأشكال حركة مرسومة طوليا، تحدث عند تحريك العين لقراءة سطر معين مكتوب بطريقة أفقية. والشكل الثاني هو حركة بندولية، تشبه هذه الحركة حركة بندول الساعة، أي تتأرجح من اليمين إلى اليسار. الحركة تترجح من اليمين إلى اليسار، ويحدث الانتقال من موضوع إلى آخر أو من صورة إلى أخرى. هنا بيتحدث عن الحركة حركة العين نفسها. الشكل الثالث وهو حركة دائرية، وتحدث الحركة الدائرية عند وضع صور العناصر البنائية الثقيلة التي تتمتع وجهة البصر مثل الصور والعناوين بشكل دائري. يعني هو بضع الصور والعناوين بشكل دائري على شكل برواز حوالين الصحيفة، فتبدأ حركة العين بشكل دائري، تلتف عليهم بشكل دائري حتى تشاهد كافة الصور الموجودة أو كافة العناصر أو العناوين الموجودة في حواف الصفحة. رابعا التباين. يعرف التباين بأنه التبادلية بين عناصر التصميم المختلفة، مثل التبادل بين الإضاءة والظلام والنعومة والخشونة. هنا تحدث عملية التباين بين العناصر وبين الأشكال المعينة، سواء بالحجم أو باللون أو بالإطارات نفسها، بتميزهم عن بعض. عملية الكونتراست والتباين نفسه، الانسيابية مثلا، حتى هدف إنه يحقق انسيابية كاملة للمشاهد. هناك أشكال التباين. التباين بين الشكل والأرضية. الأرضية كمان تحدثنا، هي الأرضية اللي بتحدث فيها زي ورقة الصحيفة، الصحيفة الورقية. الأرضية في الصحيفة الإلكترونية هي الشاشة نفسها. التباين بين الشكل والأرضية، يحدث التباين بين الشكل والأرضية نتيجة انخفاض الطاقة البصرية. فعندما تنخفض الطاقة البصرية يكون الجزء المرئي الأرضية، وعندما ترتفع يكون الجزء المرئي الشكل. الشكل الموجود إذا ارتفعت بصير بتركز فيه، لكن إذا كانت الرؤية واضحة فأنت بتقدر تركز بالشكل وتترك الأرضية، لأنه الأرضية هي ممكن تكون لون أو شكل معين سهل إدراكه، ولكن الشكل يكون موجود على الأرضية نفسها. عشان هيك لازم تراعي عملية التباين بين الشكل والأرضية. التباين بين الأحجام. يحدث التباين بين الأحجام عن طريق التباين طبعا بين العناصر نفسها من نفس النوع، مثل تباين الصورة الصغيرة عن الصورة الكبيرة، تباين الحرف الكبير عن تباين الحرف الصغير، والتباين بين المساحات الكبيرة نفسها والفراغات الصغيرة نفسها. وهي ميزة ممكن إحنا يجب أن نأخذها بين الاعتبار، إنه بدي أحاول يكون التباين والتنسيق بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. هذه باختيار طريقة، مثلا على سبيل المثال العناوين بدك تأخذ بين الاعتبار الحروف الكبيرة وين بتأخذها، وين بين في فرق بين حروف المقدمة وين حروف العناوين وبين حروف المتن.
عشان هيك يجب أن يكون في تباين، والتباين ما يكونش في قفزة، لأنه في لها مقاييس معينة بدك تاخذها بعين الاعتبار. المحاذاة مصطلح يشير إلى طريقة لاصطفاف العناصر التصميم، سواء تصطف نحو اليمين أو نحو اليسار. هناك كما ذكرت محاذاة أفقية، وهناك محاذاة رأسية تشمل محاذاة النصوص طبعا ناحية اليسار أو اليمين أو الوسط، أو أن يتم ضبطها. ولكل من هذه الأنواع طبعا في مزايا وعيوب. في ناحية اليمين للغة العربية، في اليسار للإنجليش، في الوسط ممكن البعض تلجأ تعمله في الوسط، في بعض بتعامل مع عملية الضبط. وهذه خاصية أساسا لو بدنا نشوف على الوورد بنلاقيها القصية موجود، المحاذاة نفسها موجودة في الوورد نفسه. المحاذاة الرأسية طبعا على غرار ضبط النصوص والأشكال المرئية في الاتجاه الأفقي، تلجأ الصحف أيضا إلى الاتجاه الرأسي لتقديم بعض أشكالها المرئية. سادسا التناسب، إذا كانت النسبة بين العلاقة نسبة هذه العلاقة بين شيئين أو عنصرين، فإن التناسب هو علاقة بين 3 عناصر أو أكثر. كما يشير التناسب إلى تناسب الأحجام من زاوية، وزن العناصر المتنوعة في التصميم من زاوية أخرى، ويأخذ التناسب في الصفحة عدة أشكال. التناسب بين زي ما حكينا في حجم حروف النص، يقصد به تناسب حروف المتن عن المقدمة، عن المقدمة ومع العناوين الفرعية. طبعا وضع علماء التصميم قاعدة لتناسب النصوص، وهي زيادة حجم العناوين عن المقدمات بمقدار نقطتين، وزيادة المقدمات بمقدار نقطتين عن حجم المتن لتحقيق انسيابية، بمعنى أنه بالترتيب العنوان أكبر ثم أصغر المقدمة ثم أصغر المتن حتى تكون في نوع من الانسيابية. وهنا هذه قاعدة بده يلتزم فيها المصمم، فمنفعش يكون العنوان نفس خط المتن، مينفعش يكون العنوان نفس خط المقدمة. التناسب بين الأحجام الأعمدة، وزي ما ذكرنا مينفعش تختار عمود مساحته طويل جدا جدا على طول الصفحة، وعناوين وعمود جنبه صغير جدا، أو ممكن يكون بالسنتيمتر مسافته أصغر، وهنا يسبب حالة من اللا تناسق، ويكون الشكل والمنظر غير لائق في الصفحة، وهنا بصير نوع من النشاز في الصور أو في مشاهدتك للصحيفة ومتابعتك للصحيفة. يجب أن يكون تناسب بين الأعمدة وفي نوع من المنطقية في توزيع الأعمدة، سواء بالطول أو بالمساحة الصور. تناسب في مساحة الصورة، يجب أن تتناسب أحجام الصور مع بعضها البعض من زاوية، ويجب أن تتناسب أحجام تلك الصور في الموضوع نفسه الذي تعرض له، فلا يصلح أن تكون هناك صورة كبيرة في الحجم مع موضوع صغير جدا، والعكس صحيح. أحيانا أنت بتجيب صورة ضخمة جدا جدا ويكون موضوعك بس 3 أو 4 أسطر، هذا بيكون نوع مش متناسب، يسبب نوع من الفوضى في شكل تصميم الصحيفة. سابعا الإيقاع، هو تكرار عنصر تصميم مثل الخطوط والأشكال والألوان والفراغات لكي تعطي التصميم الحيوية. إذا بدنا نستخدم لون أحمر مثلا خطوط، إذا بدنا نعتمد على اللون الأحمر في كل الصفحة. إذا بدنا نستخدم اللون الأحمر مثلا واللون الأخضر مع بعض، بدنا نستخدم اللونين مع بعض في على شكل حدود وحواف. إذا بدنا نستخدم اللون الأخضر تحت مثلا الأصفر، أصفر في اليسار، بدنا نظل نستخدم بهذه الطريقة حتى يحدث نوع من الإيقاع والتسلسلية ونوع من الجمال في الصحيفة. فعشان نستخدم خطوط عريضة تحت العناوين، في أحد العناوين أحط له خط عريض، والعناوين الأخرى ما أحطش لها خطوط عريضة. حتى ممكن يكون نفس العناوين ذات أهمية، ولكن ميزت هذا العنوان بدون أي سبب. ممكن أنا أحيانا بحط عناوين بلون أحمر، عناوين بلون أزرق، عناوين بلون أصفر، بكون فيش فيها إيقاع، وهنا بتسبب إشكالية لدى المشاهد الصحيح. طبعا اليوم بكون انتهينا من هذه المحاضرة،
طبعا اعتمدنا في هذه المحاضرة على محاضرات من كتاب محاضرة الإخراج الصحفي من دكتورة منى أبو يضة، بالإضافة إلى بعض المعلومات من موقع دكتور عبد الكريم زياني أستاذ مشارك في جامعة البحرين، وإلى اللقاء.